حبايب قلبي، بالنسبة للمرض هذا البكتيريا الأمونيا، مرض جديد وفي الجو تدرون مع الشتاء البكتيريا والفيروسات تنشط. وحابة أني أقول صالح الجسمي الله يشفيك، لأنه هو صار عنده نفس المرض البارحة، كلمني و مسكين كان مرقد في المستشفى وطلع والحمد لله هو بخير. بس أقول لكم يا جماعة، انتبهوا انتبهوا انتبهوا، لأن هذا هاي البكتيريا موجودة في الجو ومتعبة جدا. وشغلة أدري بيني أنا قلقتكم هاليومين، بس الحمد لله طلعت المستشفى راشد قبل ساعتين تقريبا، أموري طيبة. عندي مايكوبلازما يعني بكتيريا في الرئة، وخدت علاج كورتيزون وأنتي بيوتكس والحمد لله. أشكر هيئة الصحة في دبي، أشكر